يعني كما تحدثنا في بداية حلقتنا اليوم بدنا نتحدث عن العلاقات أو العلاقات الاجتماعية والعلاقات بأنواعها للأمانة. في علاقات بتكون جيدة وبتأخذنا لمنحنى تاني، في علاقات ممكن تسبب لنا مشاكل، ولكن أنا برأيي المتواضع دائما بحكي شو ما حلو العلاقات إنك تشكل مع علاقات ومعارف مع الناس، ولكن بحدود، هذه الحدود صحية جدا، أنت بتكون مرتاح والمقابلك أيضا مرتاح. راح تكون معنا رولا عصفور وهي مدربة مهارات حياتية، راح نتحدث عن العلاقات وكيف أهميتها وكيف نحن نستغلها أيضا. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. صباح الخير دكتورة، يعطيك العافية. صباح الخير، يعطيك يعني العافية. كاثي أعطت مقدمة جميلة اليوم، العلاقات بشكل عام نحب العلاقات إحنا، لكن اليوم نتحدث عن تعريف العلاقات. شو العلاقات الاجتماعية؟ العلاقات الاجتماعية هي العلاقة الشخصية اللي بتنشأ ما بين شخصين أو أكثر. بالعادة ممكن مثل ما حكت كاتيا تكون هاي العلاقات إيجابية أو علاقات سلبية. نعم. لكن مهم جدا إنه إحنا ننتبه إنه أهم عنصر من عناصر نجاح أي إنسان هو إنه يعرف كيف ينسجم مع الناس. صح. لأنه أنت ما بتقدر تنفصل عن المجتمع ولا بتقدر أنك تعيش لحالك. صحيح. فإذا ما كان عندك معرفة ودراية كيف تنسجم مع الناس اللي حواليك، سواء في محيط العمل أو في محيط، في أي محيط أنت متواجد فيه، ما حتحقق أي نجاح. طيب. بس أنا رولا دائما بحكي أنه اليوم صارت الناس كثير حذرة في علاقاتها بشكل كثير كبير. هلأ ما بعرف، في كثير الناس صار عندهم تجارب سيئة، علاقات سامة. ما بحكي فقط على العلاقات الاجتماعية، بحكي كمان على العلاقات بالعمل، علاقات الصداقة، وأيضا العلاقات العاطفية. خلينا نكون كثير واقعين اليوم، قديش مهم أنه، أو هل في مؤشرات، أنا دائما بحكي هل في مؤشرات تعطي الشخص انطباع أنه اللي قدامك هل هو سيناسبك في علاقتك مهما كانت معه، أو في مؤشرات تحكي لك لا هون في عنا أشياء خطوط حمر لازم ننتبه من هذه العلاقة؟ دائما في مؤشرات، بحب كثير نعرفهم. دائما. دائما في تصرفات صغيرة بتصرفها الشخص اللي قدامنا إحنا ممكن نكون ما عم ننتبه لها، أو مننتبه لها ومنطنشها. يعني مثلا على سبيل المثال إذا كان هذا الشخص بخيل، في مؤشرات للبخل واضحة. إذا كان لئيم، في مؤشرات للقامة واضحة بكلامه، واضحة بسلوكه، واضحة كيف عم بتصرف مع الناس اللي حواليه. إذا إحنا انتبهنا كيف الشخص الآخر عم بيتصرف مع الناس، عم بيحكي، كيف ردود أفعاله، هذه كلها مؤشرات بتقولنا إنه هذا الشخص شخص مناسب إنه يكون بيننا وبينه علاقة جيدة أو لا. كمان كتير مهم إنه إحنا ننتبه على حالنا، إحنا أساساً شو هو اختيارنا لهذا الشخص الثاني؟ هل هو شخص فعلاً إحنا عم نحقق رضا من خلال هاي العلاقة؟ شو عم نستفيد أساساً بهاي العلاقة؟ هل إحنا منحط حدود لعلاقتنا مع هدول الناس، أو إنها العلاقة مفتوحة على الآخر، ما فيها أي احترام، ما فيها أي خصوصية؟ فالموضوع بحاجة لأنه إحنا ننتبه أولاً على أنفسنا، وبعدين نكون كتير حذرين ومنتبهين كمان على سلوك وتصرف الشخص الآخر. لا. دكتورة، كثير في أشخاص بيكون هم الضحية بالعلاقة، كثير ناس بيقدم وبعطي، صديقك شخص مرتبط فيه، كثير بيضحي عشان شخص معين. هذا التضحية هاي ممكن ما يكون فيه لها مقابل، قديش هذا الموضوع ممكن يأثر على طبيعة العلاقة، وأيضا يأثر على العلاقات الأخرى، وممكن يصير في مقارنات أيضا بالعلاقة. هاي العلاقات بسموها علاقات اعتمادية، بكون شخص عم بيعتمد على التاني بشكل كتير كبير، ولأنه التاني هو بحب يعطي. في ناس ما بيعرفوا حدود العطاء تبعهم، وما بيعرفوا إنه أساس نجاح أي علاقة إنه يكون في تشارك بشكل طبيعي بالأخذ والعطاء بيناتنا. فبتلاقيهم بيعطوا بعطاء بسخاء غير طبيعي، بدءا من الأمهات. صحيح. لبعض الأصدقاء اللي ممكن يقابلونا، بعض الأزواج، بعض الزوجات بتلاقيها كزوجة هي بتعطي زوجها بشكل لا محدود. هذا كله بيرجع بيأثر سلبيا على الشخص نفسه، لأنه هو لما بيعطي في البعض بكون عم بنتظر رد لهذا العطاء، بنتظر تقدير من هذا العطاء، بنتظر إنه حد يعطيه بالمقابل. فبتلاقي الموضوع مش دائما بهذا التوازن، مشان هيك هاي العلاقات هي علاقات غير متوازنة أبدا. نعم. الاستنزاف في العلاقات رولا قديش بتأثر على العلاقات بشكل عام، إن كانت علاقات اجتماعية، صداقة، عمل، والعلاقة العاطفية اللي هي دائما نلقي عليها الضوء ومنحكي اللي هي العلاقات السامة، أو هي العلاقات اللي بتأذينا.
من أسوأ أنواع العلاقات اللي إحنا ممكن نوقع فيها، لأنها دائما بتخلينا نشعر بالخجل، بالخوف، بتخلينا نشعر بسوء الفهم، ممكن نشعر إنه إحنا دائما مسيطر علينا بشكل دائم من الشخص الثاني، خايفين منه، خايفين نحكي، بده ينتقدنا، بده يلومنا بشكل مسيطر. بس في ناس بيحبوا ضل الناس مسيطر عليهم. طبعا في ناس ما بيقدروا يعيشوا بدون إنه ما يكون في حدا، يعني زي ما بيحكوا، مسير حياتهم 100%. فعليا في نساء مثلا او في رجال بتعرضوا للاهانه من شريكه حياتهم، او هي بتتعرض للاهانه من شريك حياتها، وبكون سبب استمرارها انها هي يا اما بتحبه، يا اما هي بتخاف منه، يا اما الظروف الماليه لا تسمح، الظروف المحيطه كمان بتدفع كثير الناس، بالاضافه الى انه في بعض الناس بخافوا من التغيير. خلص انا بعرفه، تعودت عليه، حياتي ماشيه، حياتي ماشيه عشان اولادي، بتلاقي بتصيروا يوجدوا مبررات لهذه الاستمراريه. نعم دكتوره، في كثير اشخاص بيكون في حدود بعلاقاتهم، يعني ما بيوسع الدائرة اللي هو موجود فيها، بيقول خلاص أنا عندي حياتي، عندي ناسي، عندي أصحابي، عندي قرايبي، خلاص بكفيني، ما بدي أنا أروح أتعرف على ناس جديدة وأبني علاقات جديدة أو أتعرف على ناس جداد. الخوف من بناء علاقات جديدة قديش مهم، وقديش مهم أني أنا أقدر أجرب أدخل بعلاقات جديدة أو معارف جديدة. هلأ الخوف بيكون مبني على تجارب سابقة، مش فجأة إحنا منخاف من خوض العلاقات، بده يكون تجارب سابقة عنا عم بتخلينا دائما حذرين. لكن فعليا إحنا كتير منخسر لما ما بيكون في عنا علاقات جديدة، لأنه العلاقات الجديدة بتفتح أفاق ومعرفة جديدة تماما. مش ضروري أنك أنت تخاف على قدر ما أنك أنت تنتبه. طيب أنا بدي أدخل بهاي العلاقة، شو الأساسيات، شو القوانين اللي بتخليني أدخل بعلاقة صحية وعلاقة سليمة؟ أول شيء لازم أنتبه شو هي اهتمامات واحتياجات الشخص الثاني. هل هاي العلاقة بتفيد إلي؟ هل هاي العلاقة بتضيفني، بتضيف إلي عفوا؟ هل هي شو، هل أنا جاهز لهاي العلاقة مع هدول الأشخاص؟ هدول الأشخاص مناسبين، قيمهم تتناسب مع قيمي، أفكارهم، أسلوبهم بالتعامل بتناسب معي أو لا؟ بحط شروط، بحط حدود لابد إنها هي تحترم مني ومن الطرف الآخر، بالإضافة لاحترام الخصوصية ما بيناتنا. سؤالي، في بعض الأشخاص، وأنا في ناس كثير مقربين مني، بحكي لهم إنه تعرف على فلان الفلاني، في عندنا كذا، بتيجي تحكي لي بطل في عندي طاقة إني أتعرف على ناس جداد. هاي المصطلح كثير عم بسمعه وكثير، فليه الناس بتوصل لمرحلة إنه أنا ما عندي طاقة أتعرف على ناس جداد، أو ما عندي قدرة إني أجامل ناس جديدة؟ هذا الإشي لازم أنا أرجع أفكر بيني وبين حالي، ليش أنا وصلت هون؟ بده يكون في كتير أسباب، من ضمن هاي الأسباب التجارب السابقة السلبية اللي تعرضنا لها، ممكن يكون إحنا أساساً مش عم نكون سعيدين بحياتنا. صحيح. لازم أنا أنتبه على حالي، هل أنا سعيدة بحياتي أو لا؟ هل أنا عندي هذا الحماس والشغف في الحياة والسعادة؟ شو اللي عم بخليني بفضل الانطواء؟ شو اللي عم بخليني أكون مايلة إني أنا أكون إنسان وحيد؟ إذا انتبهت دائما، بدي احكي لك شغله كثير مهمه، دائما اسال حالك انت وين، انت شو عم بتفكر، انت كيف عم تتصرف لما انا بكون نقطه الانطلاق للعالم من حولي ولعلاقتي في العالم من حولي. في مقوله بتقول، وكثير انا مقوله كثير بحبها، انه الناس رح تنسى ما قلته وسوف تنسى ما فعلته، لكنهم ما بنسوا الشيء اللي أنت بتخليهم يشعروا فيه. صح. مشان هيك لازم ننتبه إحنا كيف عم نعطي، عشان يرجع لنا الشيء بنفس التوازن على الأقل. صح. نعم بتعرف في كثير أشخاص، تفضلتي أنه اليوم اللي عنده تجارب سابقة بأي مع شخص معين، مع صديق، بيخاف يدخل بعلاقة جديدة، لكن تحدثت عن أساسيات كنت موجودة، أبرز الأساسيات اللي ممكن أبنيها لبناء علاقة جديدة مع شخص جديد بحياتي، أدخله كصديق، كشريك، بغض النظر اليوم في أساسيات معتمدة ممكن نعتمدها، وشو ممكن، وين أطلع، وكيف أعرف أن هذه العلاقة ممكن تكون صحية؟ كثير في أساسيات مهمة ولازم ننتبه لها، من ضمنها الثقة، الصدق، الاحترام المتبادل، التعامل بالمثل، كيف هو بعاملني أنا بعامله، المودة، المشاركة بشكل طبيعي بالأخذ والعطاء،
تقدير الآخر وإظهار التقدير له وإظهار الامتنان، إنه يكون الحوار صريح بيناتنا، الثقة المتبادلة، التعاطف مع الشخص الآخر. في كتير أسباب ضرورية إنه يكون عنا حدود صحية في العلاقة، يكون في عنا تواصل صريح، الاهتمام بطريقة المهارات التواصل تبعتي، كيف أنا عم بتواصل مع الآخر، لغة جسدي، لغة التعبير تبعتي كمان مهمة. قلت لي كيف ممكن أعرف إنها هي علاقة صحية أو لا؟ بعرف إنها علاقة صحية إذا أنا كنت عم بشعر بالراحة والسعادة. جميل. والله حلو إنك تكون مرتاح وسعيدة، أكثر مؤشر بدل إنك أنت عايش في علاقة جيدة أو سعيدة. علاقة ما عم بتوترني، ما عم بتخليني أكون مستاءة، ما عم بتخليني منزعجة بشكل مستمر. طيب. كل شكر لك رولا يعني عصفور على هذه المعلومات، وإن شاء الله في حد استفاد من هذه المعلومات. شكرا لك. شكرا لك. شرفتينا. شكرا.